تستأصل السرطان، أنت استأصلت الورم فقط، لكن لم تستأصل السرطان، لم يقدر أحد. 50% كيموتوا بالحم، دابا مزيان ياك. 50% كيموتوا بامراض القلب والشرايين، سافو دير يعني كنقولوا بالفرنسيه، ولكن الا قلت لكم 50% كيموتوا باللحوم، دابا مزيان، دابا غتفهموا شنو كاين. امانه في رقبتك وتقليد على كتافك بانك غادي تبلغ هذا الدواء للناس، لانه اقوى علاج لحد الساعه بالتجربه ديال الناس، كيعالج مرض خطير ومزمن وحتى الوقايه. حتى الناس اللي باقي ما مرضوش لازم انهم يستعملوا هذا الدواء، هذا راه غادي يوقيكم بجهد الله تعالى من امراض خبيثه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال اليوم أهم من المهم. أولا كنعتذر منكم على الغيبة، كنعتذر منكم لطول الغياب، دعيهم الوالد ديالي بالشفاء هو السبب في هذا الغياب ديالي هذا الأسبوع، هذا ما كنتش معكم. إن شاء الله معكم اليوم بأقوى وصفة غادي تنزل إن شاء الله على القناة. لأول مرة غادي نهضر معكم على هذا الموضوع، ولأول مرة غادي نعطيكم هذه الوصفة اللي دارت واحد ضجة كبيرة حتى بين كبار الأطباء. بزاف ديال الأخوات والإخوان تعانيوا في صمت من هذا المرض اللي غادي نتكلم عليه اليوم، اللي هو مرض خطير بزاف، ومع الاسف هو مرض هذا العصر ديالنا. كيفاش يمكن لنا حتى اننا نستعملوا هذه الوصفه للوقايه، ماشي فقط للعلاج، اللي بغى يحمي النفس ديالو بواحد المكونات سهله وبسيطه ومتوفره ان شاء الله باذن الله، وغادي تعطيك قوه للمناعه ديالك، قوه للصحه ديالك، للقلب ديالك، للشرايين ديالك، وحتى ستحارب لنا الاورام الخبيثه. اليوم غادي نتكلموا على مرض السرطان. الله ينجينا وينجيكم ويعافينا ويعافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين. اليوم غادي نتكلموا على هذا الموضوع اللي ماشي بالسهل انك تعطي ليه وصفات. كنشكر الاخت اللي بارطاجات معايا التعليق ديالها، واللي بارطاجات معايا لي زوديو ديالها، واللي تتشكرني بعد ما عطيتكم المريوه لعلاج سرطان الوالده او الرحم. كنشكرك بزاف وعلى سلامتك، الله يخليك لوليداتك. اليوم غادي نتكلموا على السرطان ديال الجهاز الهضمي، وفين ما كان في الجسم، سواء في الحنجره او في الانف او في المعده او في المصران، فين ما كان وماذا بيك يكون في البدايه ديالو. غادي تتبعي معايا هذه الوصفه اللي استعملوها الناس وكيشكروني عليها بزاف، وكيشكروا الناس اللي داروها الولا قبل سنين. ما غاديش نقول الوصفه ابتكرتها او اخترعتها او من الصنع ديالي، مي كيما انا تعلمتها كيما كنعطيها للناس والمحيط، والحمد لله كيلقاو عليها النتائج. ولكن كيما قلت لكم ماذا بكم انه يلاه يكون في البدايه ديالو، او نستعملوها للصحه ديالنا كعلاج او وقايه من هذا المرض الخبيث. منين تيجي هذا المرض؟ غادي نتكلموا كما قال الدكتور الفايد الله يذكره بالخير على واحد الموضوع اللي تنغفلوا عليه بزاف، وهو السبب في هذه الجائحه اللي حنا فيها، يعني في هذه الدوامه اللي ولينا تندوروا فيها في هذا العصر ديالنا، اللي هو التغذيه. راه التغذيه السليمه هي الاساس، يعني كيجي من التدخين، تيجي من الخمر، تيجي من التغذيه الغير سليمه، يعني اننا ولينا تناكلوا ماكله غير طبيعيه، الكيتشوب راه هضرت على هذا الشيء، الكاشير، الخميره، التصفيره، الكنور، ضامت البنه، هذا الشيء راه كله مسرطين، ومع الاسف حنا مازال ما بيناش نفهموا، يعني ما بغيتش نذكر اسماء ديال هذا، القهوه سريعه الذوبان وغير ذلك، هذا الشيء راه مسرطين 100% بلا ما نبقاو نخبيو الحقيقه كما تنقولوا، ونغبيو الشمس بالغربال. راه كلشي تيجي من التغذيه ديالنا، خاصنا حنا نتبعوا واحد النظام غذائي يكون صحيح، نرجعوا نديروا الفطور ديالنا بالبلبوله ديال الشعير، ما نبقاوش نخليو الضو شاعل علينا وحنا ناعسين، دائما نحاولوا ما امكن اننا نريحوا العصب ديال الدماغ ديالنا وديال الراس ديالنا وديال الصحه ديالنا، باننا نعسو بكري، نفيقوا بكري، نصليو صلاتنا، ان نقراو القران، نرقيو ونشربوا، يعني هذا الشيء ما خصناش نهربوا منه. راه العلاج كامل كاين في الدين ديالنا وكاين في الكتاب ديال الله سبحانه وتعالى، واللي تبع السنه واللي تبع الذكر راه ما عمره ما تيخيب، وحتى ولاجة المرض راه تيجي خفيف والمؤمن راه هو مصاب. اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه سهله، راه دزت لكم على الاعراض او عفوا على المشاكل اللي كتسبب لنا في هذا الشيء، والاخطاء اللي كنديروها كتسبب لنا في هذا المرض، دزت لكم عليها على السريع. اما هي راها كثيره، يعني الناس اللي كتدخر عارفه راسها بلي غادي على حبل، راه غادي تقطع واحد النهار غادي تقطع،
يعني ضروري 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 راه كيجي من هذا المشكل. الناس اللي كتاكل الحار تتحطو حداه وتتبقى تغمس الا ما دوزات به المرقه ما يمكنش تاكل، لا ما كانش الحار في الطبله ما يمكنش تاكل. عرف بان واحد النهار راه غادي تسبب لك جرثومات المعده، وجرثومات المعده كتطور وكتؤدي لنا الالتهاب، والالتهاب كيؤدي بنا السرطان وغدا بحال هكاك. يعني حنا اللي كنتسبوا راسنا بحال هاد الامراض لانهم ما كيخلقوش معانا. بالنسبه للاخوات اللي تعيشوا بالطاكوس وكيعيشوا بالبيتزا وكيعيشوا بالساندويتش وكيعيشوا بهذا الشيء هذا اللي هو ديال الزنقه ومصنع، راه غادي يعرفوا حتى هما بلي غادي على حبل، وداك الحبل مقطع مع الاسف. غير حنا كنسدوا عينينا وكتقول معليش غير هذه المره حتى كطيح في مرات. مي فاش كانوا الناس كياكلوا السمن وياكلوا العسل الحر وياكلوا البلبوله وياكلوا القمح الصلب وياكلوا القمح الكامل او الخبز الكامل كيكونوا صحاح وكياكلوا مواد طبيعيه. حتى الحريره ولينا تنديروها بلا طوماط كونسونطري بلا ما العكز او الخدمه او الضغط ديال الحياه بلا ما نصوبوها حنا بنفسنا، مع انها سهله ماشي حاجه صعيبه. نهار تكون مطيشه رخيصه نجيبو ونقادو. على العموم ماشي موضوعنا هذا، خاصنا حنا نديرو عليه فيديو يكون خاص طبعا تحت الطلب ديالكم الا طلبتوه مني في التعليق. اليوم غادي نتكلموا على واحد العشبه اللي تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، اللي هي الحبه السوداء. انا غادي نهضر معكم على هذه الحبه السوداء لانها دايره واحد البلبله كبيره، بزاف ديال الناس كيسحب لهم بانها هي حبه البركه. سمعوني مزيان، الحبه السوداء ماشي هي حبه البركه. الحبه السوداء كيكونوا الحبات ديالها صغار بحال الحرمل، مي حبه البركه راها كتكون على شكل عديسات. والرسول صلى الله عليه وسلم هضر على حبه البركه وهضر على الحبه السوداء. مي هنا في هذا العلاج ديال اليوم او هذه الوصفه ديال اليوم غادي نهضروا على الحبه السوداء. ركزوا معايا وحلوا ديناتكم، الله يجازيكم بخير. وكل واحد شاف هذا لا فيديو هذا وما بارطاجاش ما نسمحش ليه لا دنيا ولا اخره، لان في علاج كبير وفائده كبيره ومجهود كبير مني وجرأه كبيره مني انه يتنزل. تنتمنى انكم نتوما بدوركم تبارطاجيوه، لان الدال على الخير كفائله. وبغيتكم تلايكيوه باش يطلع باش الناس تستافد. ما عرفتي انت بدورك تكون السبب في علاج شي واحد كيتالم كما تنقولوا في صمت. هنا هذا الموضوع ديال حبه البركه واش هي الحبه السوداء غادي تسد ابتداء من هذا الفيديو هذا، لانني شرحت لكم حبه البركه بوحدها والحبه السوداء بوحدها. الحبه السوداء هي السانوش، معروفه عند الامهات ديالنا وعند المحيط ديالنا بانها هي السانوش. عندنا في المغرب كنقولوا السانوش بزاف. حبه البركه عندها بزاف ديال العلاجات وهضرت عليها في دي فيديو اخرين وريتها لكم. حضروا معايا دابا عقلكم. هنا غادي نبداو باول حاجه هي السانوج او الحبه السوداء اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بانها شفاء من كل داء الا السام. يعني راه في السام مذكور به ماشي هو السم، او المقصود به عفوا في الحديث النبوي الشريف ماشي هو هو السم كما تنفهموا حنا من الحديث، لا هو الموت. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وما السام يا رسول الله، قال الموت هي اللي قصد. انما هذه فيها بزاف ديال العلاجات وغادي نوريكم بعض الحالات اللي غادي يكون مستقصي عليهم انهم يديروه او يديروه بحذر. غير تبعوا معايا لا فيديو باش كلشي يكون واضح وكلشي يكون مفهوم وما نبقاوش نجاوبوا على اسئله كاينه في اثناء الفيديو. بالنسبه للناس اللي ما قدروش يفهموا كلشي حاولوا تسناو اللايف ديالي، ان شاء الله غادي يكون مع 8 غادي ندير معكم لايف شامل غادي نعطيكم فيه الجواب على جميع الاسئله. غادي نديروا البنات هذا سنه مكي او سنه او سنه حرام، راه هادو كاع سميتها. الناس اللي كيقولوا السنه راه ماشي هي سنه مكي، راه غلط. راه هي هادي وهي سنه حرام، معروفه هنا في المغرب بسنه حرام، هي سنه مكي والاسم العلمي ديالها هو السنه. غادي ناخذوا البنات هذه. والاخوات اللي تيقولوا لي واش هاد سنه مكي هي الريحان، لا لا علاقه بينها وبين الريحان. هي كتكون ملسه الورق ديالها تيكون بحال هكا متقطع وما طويلش بزاف. الريحان راه طويل والورق ديالو صلب شويه. صافي فهمتوني يا البنات، هانتوما شوفوا راه خدمت معكم بها التجريه. هذه راه عباره عن ديتوكس طبيعي، يعني الاخوات اللي كيعانيو من التسمم الغذائي اللي عندهم مشاكل في الامعاء وغير ذلك راه هذه راه حل كبير، ولكن تستعمل بحذر منوع على الحوامل. فاش كنقول الاعشاب وتشوفوني جبت شي عشبه ما تسولنيش شي حامله واش ممكن ندير. مازال المرضي نعم ممكن، لان لما نفعتك ما تضرك، زائد ان المرضي خصها تنقص من السنه. علاش؟ لانها غادي دير الدياري للبيبي ديالها، غادي دير الاسهال للبيبي ديالها. يعني خاصنا نردوا البال باش ما نتسبوش ليه في شي اسهال كبير الله يستر او مزمن اللي يؤدي ينشف ليه الجسم ديالو من السوائل. كنتمنى يكون واضح. بالنسبه للتمر غادي نستعملوا نوعيه جيده. انا استعملت هنا التمر السكري، استعملوا واحد التمر اللي يكون رطب ماشي هذاك التمر الصلب.
علاش؟ لان غادي نبغاو نطحنوه، غادي نستعملوا هاد الثلاث مكونات، غادي نبداو بهم وغادي نوريكم باش غادي تخلطوهم ان شاء الله. فقط تبعوا معايا، غادي ناخذوا السانوش او الحبه السوداء وغادي نقيوها وغادي نطحنوها حتى ترجع بودره. ماذا بكم تغربلوها الا قدرتوا، صبروا شويه. وغادي تاخذوا سنمكي وغادي تنقيوها من الحجر ومن الاواد وتمسحوها، ممنوع الغسيل هنا، فقط كنمسحوا بالبابي مع البابي بحال هكا حتى كنمسحوا المواد ديالنا وكنبداو كنطحنوهم. التمر غادي نشدوه ما نفوروهش، ردوا البال لهاد القضيه باش ما تجينيش سؤال من خلال فيديو او خلال تعليق عفوا. غادي ناخذوها، غادي ناخذوا التمر نحيدوا له العظم وغادي نشدوه نقطعوه فوق القراده وغادي نطحنوه. ان فوا يطحنوا هاد الثلاثه غادي نرجع معكم باش نديروا الطريقه مع بعضياتنا ونوريكم باقي المراحل. انتم اخواتي بعد ما طحنت كل شيء، شوفوا العسل ديال التمر تبارك الله كيفاش تطلق، شفتوه؟ الا ما بغاش يتطحن لكم غادي تزيدوا فيه العسل الحر غير واحد شويه، غير باش دور لكم يدور الميكسور وما يتحرق ما والو. راه هو فيه صعوبه باش انه يتطحن ونحصلوا على عجينه هكذا، ولذلك قلت لكم استعملوا نوعيه جيده ويكون رطب. غادي ناخذوا البنات هاد المكونات بثلاثه اللي طحناهم ووجدناهم، غادي نجيبوا واحد الاناء فاش غادي نخلطوا الوصفه ديالنا، غادي نحطوا فيه هاد المكونات بثلاثه. البنات ماذا بكم ان هاد المكونات كلهم يتغربلوا، يدوزوا من الغربه للرقيق، ما يكونش عندنا هنايا شي طرف او لا شي عود او لا شي حاجه من السنمكي او من الحبه السوداء تكون غليظه باش ما تجيكمش صعيبه في الماكله. ردوا البال للمقاييس اللي عطيتكم. هاد المكونات غادي يهزوا لكم تقريبا كيلو ديال العسل حتى الكيلو ونص، صافي. غادي ديروا من كيلو حتى الكيلو ونص. اش من عسل غادي نستعملوا هنا؟ غادي نستعملوا عسل الدغموس يكون حر او عسل الزقوم يكون حر. ردوا البال ان العسل ديال البرمه او ديال الخديمه راه ماشي هو العسل ديال الصندوق، راه تقول لك راه حر، نعم ولكن راه غير ملقم. واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ انما العسل بحال هذا راه تيكون غالي، يعني تيكون غالي بزاف، راه كيوصل حتى ل 800 درهم الليتر، ولكن راه ما تيغلاش على مرض بحال هذا. راه لا مشيتي للشيميو مشيتي للاشعه مشيتي، راه كارثه كحله. راه ماذا بك انك دير هذه الوصفه قبل لا توصل لهذاك الشيء، لذلك قلت لكم استعملوها كوقايه وحذاري ثم حذاري تستعملها الحامله. غادي نهضروا هنا بعد ما خلطناها وعجناها ولات لينا على شكل يعني وصفه متكامله، ما يبقاش عندنا هذا الشيء هكذا متكتل. بعد ما نخلطوا بالعسل يكون كل شيء تبارك الله مطلوق، غادي نديروه في سوبيره او لابواطه ديال الزاج. ردوا البال ماشي البلاستيك، ماذا بك الزاج او الخشب، ولا كان الخشب سوبيره ديال الخشب يكون افضل واحسن، وهادشي راه ولا متوفر في الاسواق بزاف. غادي ناخذوا هاد الوصفه غادي نحتفظوا بها في مكان بارد طبعا، علاش؟ لان فيها العسل، من الاحسن اننا نحتفظوا بها في واحد البلاصه اللي تكون متوسطه الحراره اللي هي الكوزينه. غادي ناخذوها وغادي نبداو نديروا معلقه في الصباح معلقه وسط النهار ومعلقه بالليل. هادو الناس الطبيعيين اللي ما تيعانيو من حتى شي حاجه، يعني ما عندهمش الضغط المرتفع، ما عندهمش الضغط المنخفض، ما عندهمش المشكل ديال القلب تيشربوا عليه الدواء، وما عندهمش مشكل تاع السكر. فاش غادي يكون السكر وكنضربوا عليه الانسولين كنشربوا عليه الدواء، شنو خاصنا نديروا؟ غادي ناكلوا فقط ملعقه واحده بعد ما نصليو الفجر، يعني على الريق المائده فارغه غادي ناكلوا معلقه طبعا صغيره، سطروا عليها بالحمر ملعقه صغيره وليست ملعقه كبيره. كنتمنى يكون واضح. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوها كوقايه جوج مرات في النهار، الناس اللي مرض وما عندهمش السكري ما عندهمش القلب وعندهم سرطان استعملوها ثلاث مرات في اليوم. يعني فصلت لكم كل شيء شنو اللي يمكن ياخذ. كنتمنى انني نتلاقاكم وتكونوا في الموعد ان شاء الله في اللايف ديال اليوم على 8 مساء للجواب على الاسئله ديالكم طبعا، والتواصل معكم عن قرب كيسعدني ويفرحني انني نكون معكم ونكون ضيفه عندكم طبعا، ماشي نتوما اللي ضيافه عندي ان شاء الله في اللايف ديال اليوم. مرحبا بالاسئله ديالكم. هذه الوصفه غادي تتبعوها على الاقل 3 اشهر، يعني ما ننزلوش على هذه المده واحترموا المعايير. ما نمشيش ندير معلقه كبيره، ما نمشيش نديرها ثلاثه المرات في النهار وانا كنشرب الدواء ديال السكر. كنتمنى انكم تكونوا لايكيتيو الفيديو، اللي مازال ما لايكاش ينزل يدير لايك وينزل يبارطاجي لا فيديو، راه دال على الخير كفاعليه كما كنقولها لكم دائما. كنبغيكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.